السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على واحد من أهم الأحماض الدهنية المهمة جدا لصحتنا وأشهرها، وهو الأوميجا 3. الأوميجا 3 ليه أهمية كبيرة لصحتنا. أولا هو مضاد للالتهابات والآلام، قوي جدا. كمان هو مضاد لتخثر الدم ومضاد للحساسية، بيعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. كمان هو بيقلل من الدهون الثلاثية المرتفعة، بيحسن وظائف القلب ويقي من بعض أمراض القلب. كمان هو مهم لمظهرنا لأنه بيحسن من الجلد والشعر والأظافر. مهم للمرأة لأنه بينظم ميعاد الدورة الشهرية، وكمان في حالة الحمل بيقي من الولادة المبكرة. كمان هو بيقلل من حدة التهاب المفاصل، وبيحسن وظائف المخ، وبيقلل من حدة أمراض ضعف الذاكرة زي الزهايمر. كمان الناس اللي بتعاني من الأرق، أوميجا 3 مهم جدا لأنه بيحسن النوم وبيساعد على النوم العميق. مصادره بالترتيب زيت كبد الحوت والأسماك الدهنية والمكسرات، وأخيرا المنتجات القلبية. في النهاية أرجو تكونوا استفدتوا بالمعلومات ديت، وأرجو تتابعوني وتصلوا على النبي.